تقويم الأسنان من التخصصات المهمة جدا واللي بيشنس كتير بيسألوا عنها، لأن ناس كتير بيكون عندها مشاكل في أسنانها، أسنان متراكبة، أسنان فيها مسافات، فبيتجهوا لتقويم الأسنان. تقويم الأسنان ده هو تخصص طب الأسنان اللي بنقدر من خلاله نعدل شكل الأسنان أو تراكبها ونخليها شكلها مظبوط في أماكنها المظبوطة. تقويم الأسنان بيندرج تحتيه كذا نوع، في التقويم المعدني أو الشفاف اللي هو التجميلي، بيكون في تقويم اللي هو الثابت اصلا، وفي التقويم المتحرك. كل حاله بيبقى ليها وضعها المظبوط او طريقه العلاج المختلفه عن الثانيه. مهم جدا نعرف امتى نعمل التقويم، يعني التقويم الاسنان كل حاله بيكون ليها ميعاد مظبوط للعلاج، مش كل الحالات زي بعضها. في حالات لازم نبتدي ونتدخل فيها من بدري من والطفل صغير عن طريق التقويم مثلا المتحرك عشان نحل مشاكل قبل ما يكبر. في حالات تانية لازم بنستنى لما الأسنان كلها تكون الأسنان دايما طلعت، ونبتدي عند سن 11 أو 12 سنة نبتدي نعمل التقويم الثابت. في حالات تانية بتكون أصعب بكتير، فبتكون محتاجة تدخل جراحي قبل التقويم، فدي ما نقدرش نعملها قبل 18 سنة، لازم الطفل يكون أو البيشنت يكون كبر والنمو توقف تماما عشان نقدر نعمل الجراحة دي، فدي بتتم بعد سن 18 سنة. الأنواع بقى اللي بيندرج تحتها التقويم دي كذا نوع، زي ما قلنا في التقويم المعدني اللي هو الأكثر رواجا، الناس كتير بتعمله. في ناس بتهتم طبعا بالشكل، ان هو بيكون شكله مش كويس او شكل معدن في الاخر، فبيبقوا محتاجين حاجة اكثر جمالا او يعني شكل تجميلي، فبيتجهوا للتقويم الشفاف اللي هو الكلير. ده بيكون يعني مش واضح، بيكون البريسز نفسها بشكل شفاف زي البورسلين، مادة البورسلين، فما بتكونش واضحة زي التقويم المعدني، فالناس بتتجه ليه عشان يكون شكلها احلى وما يكونش باين ان هي عامله تقويم، بالذات في البنات بيحتاجوا حاجات تجميليه زي كده، فبيتجهوا اكتر للتقويم الشفاف. مهم جدا ان احنا نتكلم فتره لما تكون مراكب تقويم، ان انت تهتم جدا بغسيل اسنانك ونظافه اسنانك، ممنوع الاكل الناشف والحاجات دي اللي ممكن تاثر على التقويم وتكسر البريسس وتاخر فتره علاجك. مهم جدا ان انت تحافظ على نظافه اللثه وتنظيف اسنانك اول باول، عشان ما تكونش تظبيط اسنانك بالتقويم وتخسر صحه اسنانك وصحه اللثه في الجزء التاني.